السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. تحية مسائية لكل الذين يتابعون داخل وخارج السودان، تحية للقدس ولأهل القدس، تحية للمسجد الأقصى في هذا المساء المبارك. ونحن يعني ننظر من خلال الشاشات أن هناك قمة إسلامية عقدت، نأمل أن تخرج بنتائج ترضي المسلمين قليلا، يعني نأمل ذلك رغم التمثيل الضعيف لبعض البلدان العربية اللي كان تمثيل واضح جدا ضعيف، كأن القضية لا تعنيهم في شيء. نحن كمسلمين ينبغي لما تكون هناك قضية بتوحد صف المسلمين نلتف حولها. القدس قضية مسلمين، يعني ما ينفع الخلافات اللي بيننا، ما في مشكلة نتنافس خلافاتنا لما يبقى العدو واحد مشترك، وده حدث في عهد الدولة الإسلامية على مستوى عصور المختلفة. قاتل المسلمين بكل طوائفهم العدو وهم في بيناتهم مختلفين، لكن العدو لما يبقى واحد نحن مفترض نتحد. الآن الأمة بتفتقد للقادة المحنكين المفكرين، تحتاج لصلاح الدين مجدد يقود هذه الأمة. صلاح الدين لم يكن عربيا بل كان كرديا، والإسلام لا يعني يعني بالشكل ولا يعتني بالشكل ولا يعتني بالمظهر، وإنما الإسلام هو عبارة عن روح تحرك الإنسان، وهذا ما نريده نحن. مقومات النهضة، نحن تحدثنا في حلقات فائتات ثلاث حلقات، وهذه الحلقة الرابعة في مقومات النهضة الفكرية. البنيان يا جماعة بيبدأ بالساس، ما بينفع زول يبني له بيت في رملة بدون ساس، لازم تعمق الساس، وبنجيب حجر وبنجيب خرسانة وبنجيب صبة وبنعمل بيم لحد ما هذا الأساس يكون أساس متين، بعد ذاك أبني عليه. ولا ينفع القطار بدون المقطورات اللي خلفه، لكن ينبغي أن تكون هذه الأمة الإسلامية هي الرأس المحرك، من كنت ريلات صحة هذه العبارة. يعني نحن نأمل ونتشرف يعني نستطلع لهذا اليوم الذي تكون فيه الأمة أمة رائدة، أمة قائدة. لا يأتي واحد لا يسوء شيء، يخشى من صوت الموسيقى اللي حوله ويخاف على نفسه، ويصوت في المسلمين شمالا وغربا والجماعة نايمين. يعني هذه مشكلة صراحة. مقومات النهضة الفكرية، حبة المشاهدين الكرام، بصحبة بروفيسور رشيد إسماعيل البيلي عميد كلية الدراسات الإسلامية، هذه الحلقة الرابعة نقدم من خلال إن شاء الله بعض الحلول والمقترحات علها أن تجد آذان صاغية وقلوب واعية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي لهذه الحلقة بروف البيلي، مساك سعيد ومساء العزة والنصر إن شاء الله للمسلمين. مساء الخير الأخ الكريم يوسف وكل مشاهدي قناة طيبة وكل التيم العامل وكل الأمة الإسلامية والأمة العربية التي تهتم بقضية القدس، الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله. نعم. ذلك المسجد الآن الذي أصبح هو قبلة لكل المسلمين. نعم. وهو القبلة الأولى الذي نأمل أن يعيده الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية، ويعيد الأمة الإسلامية أيضا عزها وكرامتها ومجدها الأول وكذلك رشدها. ظرف البيئة اليوم يوم إن شاء الله الحلول، ويسهل الكلام لكن نريد إن شاء الله يعني أن يكون هناك تطبيق على أرض الواقع. كل من يسمع يعني هذه الحلول ليس مقدمة مثلا إلى دول حتى تكون خارطة الطريق، وإنما لنا كلنا كمسلمين وكجمهور متابع لهذه القناة. ظرف البيئة، الإنسان هو مصدر الإصلاح الأول، إذا اعتني به يعني أصلح هذه الأرض بالتأكيد. لذلك الدين الإسلامي عندما أتى، نعم، والله سبحانه وتعالى بآية واضحة ونص صريح وواضح: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه رسالة بأن الأمة الإسلامية هي فيها الخيرية، لكن هنالك شروط يجب أن تتوافر هذه الشروط لتكون هذه الخيرية. أولا أن يبدأ بالإنسان، لذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. يبقى إذن الأمر جاي من إنه الإنسان اقتنع تماما بما لديه من قيم ومن دين ومن سلوك حتى يأمر الآخرين. وبالتالي أنت لا تأمر الآخرين إلا إذا أصبحت هذه القيم هي جزء من سلوك الإنسان، وبالتالي الأساس في هذه الحياة الدنيا الإنسان. لذلك أول صورة نزلت اقرأ، وبالتالي خاطبت الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئلت السيدة عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، كان قرآن يمشي، وبالتالي بدأ بتكوين الإنسان. الذي خلقك فسواك فعدلك. نعم. إذن دي كلها تبدأ من الإنسان نفسه، وبالتالي زي ما أنت تحدثت البناء يبدأ من الفرد. نعم. ثم تأتي الجماعة، وبالتالي يشد بعضه بعض،
إذا أي خلل في أي جزء من هذه الجزئيات ينعكس تماما على عضد الأمة ويفتت في ساعد الأمة. بأي شيء يكون إصلاح هذا الإنسان برفع البيلي؟ خطوات عملية. طيب خطوات عملية أول ما نبدأ به وهو التعليم والعلم وقيمة العلم. وهي يعني أي إنسان لابد أن كل أفعالك أن تفعلها على علم وعلى يقين، وهذا العلم أن يكون علم راسخ، علم يقوم على ثوابت. طيب ما هي الثوابت؟ الثوابت هي المناهج، وبالتالي المنهج التعليمي نفسه أن يتم إعداده من بصورة تمكن المتعلمين أن يصبحوا قادة، وبالتالي إعدادهم يكون للمستقبل، إعدادا فكريا وإعدادا علميا وإعدادا جسديا، كلها كل متكامل، وبالتالي بتكون حلقة الأساس أو النقطة الأساسية هي المنهج التعليمي نفسه والاهتمام بهذه المناهج، الاهتمام بالعلم نفسه، يعني نوع من أنواع العلوم. يبقى إذن نحن محتاجين لكل هذه العلوم، ليست العلوم الشرعية فقط وليست العلوم الدنيوية فقط وليست العلوم الدينية، وإنما كل متكامل. لذلك يجب الإنسان أن يتعلم كما كان الصحابة رضو الله عليهم يسمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقوه حتى يتعلموا الحديث الآخر. صحيح. أو الحديث اللي بعده. تنزل آية من آيات الله في القرآن يطبقوا هذه الآية، وبالتالي محتاجين لمنهجية، هذه المنهجية تكون على أساس قويم. وبالتالي التكامل أيضا في العلوم. الآن العلوم دائما نحن ننظر لها إنها هي علوم مجردة أو علوم لكسب العيش أو علوم تأتينا من الغرب دون أن ندرك هذه العلوم، على الرغم من إنه كل معظم أساس هذه العلوم هي أساس نجد من العلماء المسلمين، هم الذين نشروا هذا العلم. الشيء الآخر المؤسسات التعليمية نفسها، محتاجين لمؤسسات تعليمية علمية يكون فيها تعليم وعلم، بحيث أنها المعلمين تهتم بالمعلمين ككادر وهو يقوم بعملية التعليم، هم نفسهم يكونوا نموذج يحتذى به. المؤسسات التعليمية خلينا نقول ليست هي الآن مؤسساتنا الرسمية، وإنما تبدأ من المسجد والخلوة والمؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية على مستوى الأحياء على مستوى الأندية، كلها هي مؤسسات تعليمية. والمسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمثل من روضة الأساس إلى ما بعد الجامعة، كانت كل هذه العلوم، العلوم العسكرية، العلوم الدينية، العلوم الدنيوية، كانت كلها تكون هي في المساجد. لذلك محتاجين للمؤسسات التعليمية. وشريحة مهمة جدا من الشرائح التي يعول عليها في التغيير ويعول عليها في تثبيت ركائن هذا الجانب، وهي شريحة الشباب. لذلك يجب أن نهتم بالشباب. طيب كيف نهتم بالشباب إذا لم نعد الأجيال منذ النعومة أصفارهم؟ لذلك كما يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر. صحيح. يبقى إذن نركز هذه القيم تصبح هي قيم وثوابت لمجتمعاتنا حتى يتواصل هذا العلم وتتواصل هذه الأجيال بصورة أو بأخرى. بالتأكيد دكتور علو يتساءل سائل يقول لك يا أخي والله نحن ما لاقين لقمة العيش، نحن الآن بنفتش من الصباح الواحد عشان يلقى حق كيس الملاحمة على الغلط طاحنة دي، يعني كيف في وضع زي ده نحن ننهض؟ هل هذا الكلام هنا موجه للجهات الرسمية للدولة ولا الخطاب عام؟ طبعا هي ده زي ما بقولوا حيلة العاجز. يعني الإنسان دائما يبحث عن الأشياء التي يفرغ فيها أو يجد فيها ما يسموها الشماعين ويعلق فيها هذه الحيل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيدنا عمر بن الخطاب عندما أتى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد مجموعة من الصحابة ويسمى أهل الصفة جالسين، فمنع عن ذلك، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، على أنه كان هناك الذين يأتونهم بالطعام. طيب العمل كان ليس كما يكون الآن. أنا والله أفتكر واحدة من الأشياء أخي يوسف اللي الناس بيتحججوا بها اللي هو مسميات الوظائف والعمل، إنه والله هذا عمل شريف وهذا عمل وضيع وهذا عمل هامشي. ما في عمل هامشي. الآن ما يسمى بأعمال الهامش هم من أفضل الناس الذين أكثر دخلا. صحيح. لكن أنا كيف أوظف هذا الدخل وكيف يبقى هنا محتاجين للعلم، إنك أنت دخلك الآن مهما كان دخلك محدود كيف توظف هذا الدخل بصورة يكون فيها ادخار. الآن ما يسمى بالادخار، في ناس كثيرين يفتكروا إن الله الادخار ده إنه يكون عندك مليارات حتى تدخر. نعم. بالعكس، يعني الآن حبوباتنا وخالاتنا وأمهاتنا كانت الحياة بتسير ما يسمى بالخطة بتاعت الصندوق. صحيح. بيقتطعوا جزء من هذا المصروف اليومي ويدخروه، دي ثقافة كانت سائدة في المجتمع السوداني وما زالت أفتكر.
كان العائد منها بيكون كبير جدا. صحيح. يبقى إذن ما كانت وفرة كما تتوفر الآن، ودي أفتكر حيلة إن والله ما لقي لقمة العيش. نعم. طيب ده أيضا لا يحفي حقيقة مؤسسات الدولة. يجب أن تتعاضد هذه المؤسسات وتبحث عن الشرائح الضعيفة. نعم. وبالتالي أيضا المجتمع إذا كان هنالك تكافل بالتأكيد لا يوجد بيننا جائع ولا يوجد بيننا فقير، كما كان في عهد الدولة الإسلامية الأولى أو إلى وقت قريب يا سيدنا عمر بن عبد العزيز. نعم. في عهده لم يجدوا من يستحق الزكاة، حتى وزع القمح والعيش. نعم. على الجبال يعني. على الجبال. نعم. وعلى الطير. يبقى إذن ما كان الوقت ذاك في آلات بتاع الزراعة كما نحن الآن، ولا في معدات كهربائية، كانت بقيمة الإنسان. لذلك نرجع ونقول إنه الإنسان هو الأصل في هذه الأشياء، من قناعاته، من إيمانه، من جهده، من عمله، وكل عمل أنت إذا ابتغيت به الله سبحانه وتعالى مهما كان بسيط، البركة هي أهم حاجة في العمل. يعني كثير من الناس يتكلموا إنه والله يقول لك اليوم ما بيكفيه، ولو جيت حسبت أي شخص الآن من ذوي الدخل المحدود اللي بنتكلم عنهم بتلقاه أخ يوسف بيأكل بيشرب وساكن يأجر ويعلم أولاده ويعالج أولاده. لا. لو حسبناها بحساباتنا الإنسانية البشرية مرتبه مع اللي بياخده ما بيكفي ولا يوم. صح. لكن عناية الله سبحانه وتعالى، وهنا ما تسمى بالبركة. بالتأكيد. ربنا يبارك فيها، وبالتالي إذا أي عمل أنت بتغدوه الله سبحانه وتعالى ربنا بيضاعفه لك بالتأكيد ويبارك فيهم، ودي الأصل الموجود في هذه الأشياء. نعم. دكتور بروف البيلي، يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني نهضت وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته لم تقفل شرائح يعني المجتمع برمتها. أمنا خديجة رضي الله عنها أول من آمنت من النساء، وكان لها دور كبير جدا في 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 رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق من الشيوخ الصحابة الشباب كان علي بن أبي طالب والأرغم وغيرهم وعمار بن ياسر وهؤلاء الصحاب. يعني هذه الدولة اهتمت بكل شرائح المجتمع مع التعويل على شريحة الشباب. بالتأكيد حقيقة لكل دورهم، لأنه حتى إذا جينا إحنا ما نقدر نفصل شريحة حتى الأطفال من الشباب من الكبار، لأنها هي مسألة عقد منتظم. لا. الشباب من قدوتهم؟ قدوتهم هم الشيوخ. ما هي قدوة الأطفال؟ قدوتهم الشباب. وبالتالي نحن نتكلم عن شريحة الشباب، لأنه الآن الناظر لحال الأمة الإسلامية حالة يرسى لها حقيقة. لأنه إذا غريت التاريخ وشفت دولة الإسلام الأولى والمجد وامتدادها، وكانت رائدة وكانت قائدة مع الإمكانات المادية اللي نراها الآن، ما كان في سيارات، ما كان في طائرات، ما كان في قاطرات، ما في حتى الكهرباء الآن نحن موجودين فيها، ولا الصناعات الموجودة، ولا الطرق المعبدة. يعني الآن إذا بتحدثوا عن فتوحات وصلت قيصر وكسرى، ويرسل الرسول من أمير إلى والي بالدواب. صح. ولكنهم كانت فيهم جزوة الدين الإسلامي، لذلك استطاعوا أن يقودوا هذا العالم. الآن على الرغم من الإمكانات والتطور الهائل تراجعت الأمة، وأصبحنا في هوان، وأصبحنا في ضعف، وهذا يعني تماما تحقق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أخشى ما أخشى عليكم في آخر الزمان أن تتداعى عليكم الأمم. نعم. كما تداعى الأكرد على غصتها. صحيح. من قلة ذلك يوم رسول يا رسول الله، لكنكم هوان. نعم. وساء السيل. نعم. يبقى الآن أصبحنا حقيقة، والمقدمة اللي أنت ذكرتها قبل مستوى التمثيل الآن. أنا أفتكر يعني قضية القدس تأخرت كثيرا هذه القمة. يعني كان في نفس اليوم يمكن كل الرؤساء يجتمعوا، افترض، لكن الآن شوف التمثيل، ودي دلالة على أن والله الأمة الإسلامية ما أصبحت يحرك فيها كل هذا الشيء ساكن. يمكن بالأمس القريب زي ما ذكرت لك قبل بداية الحلقة، أحد الإسرائيليين في قناة الجزيرة بيتكلم على الأمة الإسلامية بيقول أنتم شر أمة أخرجت الناس، عكس الآية تماما. وأنتم الآن بتكلم عن الأمة الإسلامية إنها هي عبارة عن حمم متفجرة من الصراعات، وأنتم كل مصائب العالم سببها. وبالتالي تأكدوا تماما إن والله الأمة الإسلامية لا يشد بعضها بعضا، لذلك صحيح. يصدر من القرارات، بل بالعكس الآن كثير من القنوات الإسرائيلية بتكلم عن إن والله الحكاية دي قد تأخذ يوم يومين أسبوع شهر، وينسوا القضية المسلمين وينسوا قضية القدس ويبدو في هذه الأشياء. صحيح. ودي واحدة من الكوارث الآن التي بدأت تنهش في عضد الأمة الإسلامية، ونحن محتاجين إلى يعني إلى تماسك أكثر. بروف البيلي، أنا أريد أن أركز على دور الشباب. بروف، يعني الآن ملاحظة لشبابنا اليوم مغيبين في كل النواحي، يعني حتى
نحن مصنعنا الأول هو المسجد، مصنع هذه الأمة الإسلامية الأول هو اللي بخرج كل العلماء وفي كل التخصصات، مش مقصور على الشعائر. الآن حتى الشباب في لجان المساجد ما موجودين. شبابنا الأخ يوسف غيب، نعم، وبالتالي أصبح مقيب الآن. كل الوسائط يعني الآن تجد الأذان يؤذن، مجموعة من الشباب جنب الأعمدة بتاعت الإضاءة والكهرباء قاعدين شغالين في الوسائط. كيف يكونوا هم أعضاء في اللجان في المساجد؟ ما المسجد بالنسبة له ما بيعني حاجة، بل أحيانا قد يعني له المسجد أنه يأخره من أنه يكون مع صاحبه أو مع صديق افتراضي بالنسبة له. لكن هنا خلينا من المسؤول من هؤلاء الشباب؟ نبدأ بالأسرة. يبقى إذن عندنا خلل في التربية بتاعت الأسرة. والآن كثير من الأسر للأسف بيفتكروا أنه والله يقول لك دي يعني خليهم شباب يعني يأخذوا راحتهم، ينسوا تماما حديث صلى الله عليه وسلم انه انت حتسال عن عمرك ده فيما افنيته، صح، وفي وقتك ده فيما قضيته، صح. يبقى اذا مرحله الشباب دي هي مرحله، والناس كانما هنالك كونترات مع الله سبحانه وتعالى انه والله في مرحله الشباب دي ما حموت، كانوا مرفوع يعني ضامن تماما انه ما حيموت وهو شاب، وحيموت بعد ما خلاص يصل بعد يقول لك اعمار امتي بين 60 و70. نعم. هو حينتظر هذه الاشياء وبعد ذاك يؤوب الى الله سبحانه وتعالى. وده بذكر انه زمان يعني في المساجد لو جاء شاب داخل المسجد الناس بيستغربوا، اجابوا شنو؟ بيفتكروا انه العباده دي حقت الناس الكبار، بعد ما خلاص يعمل زي ما بيقولوا السبعة وزمتها بعد ذاك يؤوب ويتوب الله سبحانه وتعالى. لكن هل ضمن انه يعيش هذه المرحله او هذا العمر؟ يبقى اذا الاسر هي التربيه هي المسؤوله، لذلك الحديث انه امرهم عليها لسبعين وضربون عليها لعشرين، صحيح. يبقى إذن أنا المسجد ده لو ما كان عوده، طيب هل غدوة والده ده بيمشي المسجد؟ بيمشي صلاة الصبح؟ بيمشي صلاة العشاء؟ صحيح. ولا قاعد في النادي وبيلعب في الكشتينة وبيلعب في الضمنة؟ يبقى نحن ما بنلوم الشباب ونجعلهم بمعزل عن أسرهم ومجتمعهم الآخر. طيب أين مؤسسات الدولة نفسها؟ الآن أخ يوسف مساجدنا، وخلينا أحصر بس هنا في السودان، يعني أنت الآن تكاد انتشرت المساجد، صحيح، في كل الأحياء. يعني زمان صلاة الجمعة دي الناس يهجروا لها، الآن المساجد متوفرة ومنتشرة ومهيئة. طيب هل نحن قمنا بذلك في مؤسساتنا التربوية على مستوى المدارس؟ هل الآن طلاب المدارس إلا من رحم ربي بيصلوا صلاة الظهر؟ بيحسوهن على فضل صلاة الجماعة؟ والله أحيانا قد يكون الأذان يؤذن والمحاضرات شغالة والحصص شغالة، صح. نحن ماذا نقول؟ والله فرضا، لكن ترقيبا أحيانا، وأحيانا قد يكون ترهيبا، لأنه ده الأساس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صحيح. يبقى بمواقيت، لو ما أصبحت هذه السلوك ما بنقدر نلوم الشباب ليه ما مشيتوا المسجد ولا دوركم إلى الآن غايب. طيب. ولا دوركم غايب في المسجد. نعم، حنكمل إن شاء الله بروفيسور رشيد البيلي، لكن عقب الفاصل المشاهدين الكرام سنواصل هذه الحلقة والحديث عن مقومات النهضة الفكرية. خليكم معنا وسنتيح إن شاء الله المساحة لكل الأحباب المشاهدين للمشاركة. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث عن مقومات النهضة الفكرية برفقتنا بروفيسور رشيد إسماعيل البيلي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين. نسعد جدا بمشاركتكم إيانا في هذه الحلقة من خلال أرقام التواصل التي تظهر أسفل الشاشة، وكذلك رقم الواتس، وكذلك صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة. مرحبا بك بروف، ونواصل فيما انقطع من الحديث. تحدثنا عن دور الشباب وانه هو الان مغيب من المساجد. حتى المساجد يا بروف احنا اللي هي مصنع بتاع الشاب المسلم ومصنع لكل قادة المسلمين، الان احنا بتجد فيها تقاطعات وتكتلات، ممكن تكون جماعات واحزاب، واذا ينظر الى الاخر يعني نظرة الدونية وهكذا. ودي حقيقة أخي يوسف واحدة من المشكلات، لأنه أنت أصلا لا تنهض إلا إذا كنا أمة واحدة من أقصاها إلى أقصاها. وكلنا يعني أنا الآن أتفق معك تماما، الآن أحيانا كثيرة بعض الناس يقول لك أنا بفكر أنه صلاة الجمعة دي أصليها وين؟ ومعيات إمام وفيات مسجد، وهل المنبر الموجود في المسجد ده يميز جماعة عن جماعة؟ وهل المنبر الموجود في المسجد ده يسب جماعة ويتهم جماعة أخرى؟ وأحيانا في المسجد الواحد يكون شخص ما همه كله أنه يرد على الآخرين، وبالتالي ما عادت المساجد لتوحد الأمة الإسلامية، بل العكس هي تفرق الآن.
وصل محاكم ووصلت محاكم تقفل مساجد، وفي ناس الآن تقفلت مساجد. نعم. وفي ناس يحلف حليفة إنه ما يخش المسجد ثاني، مع إنه إن المساجد لله فلا تعبدوا الله أحدا. صحيح. والمساجد هي بيوت الله، يعني الناس اللي بيجوا للصلاة ديل واحدة من الأشياء إنه قبلة واحدة، وإمام واحد، وقرآن واحد، واتجاهنا واحد، وصفوفنا واحدة، كيف نحن نفرق بيناتنا؟ كل هذه فيها إشارات للوحدة والتكاثر، فيها إشارات للوحدة. يبقى إذن ما يوحدنا أكثر مما يفرق بيناتنا. وافتكر العدو يعني استغل هذه المشكلات استغلال تام جدا. الآن تناحر في المساجد، وأحيانا قد يصل مرحلة القتل، أحيانا قد إنه يقفل المسجد. بل الآن في كثير من الأسر ما بتخلي أولاده يمشي يحضروا الدروس في 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 المساجد، خوفا من إنه الله يقول لك أولادي اللي بتفلتوا مني، أو أولادي اللي يتبعوا لطائفة معينة، أو 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 إلى آخره. ما تسمى جماعات كثيرة الآن، وما أثير عن دور المساجد في هذه الأشياء سواء كانت خلايا إرهابية إلى آخره. يعني كل تشويه لصورة الإسلام، وأفتكر هي مقصودة ومخططة إنه نجعل من المسجد ده هو الآن مكان الإنسان يخاف منه، مع أنه العكس تماما، أنه هي المكان اللي أنت لما تجيه ينشرح صدرك. صحيح. هذا لهذا المسجد وسوقك، وتكون مطمئن إذا ولدك بيمشي المسجد. الآن كثير من الأسر تخاف من ذلك. في بعض الناس بيقول لك والله أنا فضلت أنه أصلي في البيت ما أصلي في المسجد، لأنه في المسجد يقول لك دي جماعة فلان ودي جماعة فلان. حتى في الجماعة الواحدة الآن تقسمت مجموعة. جماعة فلان وجماعة فلان، وده مسجد فلان وده مسجد فلان. وحتى الآن بعض الناس يكون ساكن في مكان يصلي صلاة في مكان آخر، وتكون جنبه 6-7-10 مساجد، لأنه هذه المساجد تتبع لطائفة معينة أو لفئة معينة. بل وصل الآن بعض الناس لما يبني له مسجد شرطه أنه المسجد ده أن يسمى باسم جماعة معينة أو فئة معينة، ودي واحدة من الإشكالات حقيقة. البيوت بيوت الله سبحانه المجتمع يفرتك يعني، ودي حقيقة مسائل يعني تفتت المجتمع. لذلك نحن محتاجين ما لم نصح فيما بيننا لن نغوى أصلا، ولن نرهب الأعداء. يعني أصلا ما حنصل المرحلة وعدوا لهم مصادر من قوة ترهبين بعض والله، إلا إذا نحن توحدنا وأصبحت شوكتنا شوكة واحدة. طالما نحن متفرقين ولسنا جماعة، كل شيء يفعل فينا ما يفعل. يعني الملاحظ لأمر الأمة عموما، يعني كأن لا توجد هناك قراءة بين السطور. يعني الإمام يقول للناس استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كأنه هذه الكلمات يعني أصبحت الآن لا تحرك فيها، محفوظة هي حقيقة أسماء محفوظة. يعني كل ذول حركية بالصلاة، حركية صلاتنا أصبحت صلاة حركية. أنا ما أقدر أقول ما عندها قيمة، لأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلم بإسرائيل، لكن يجب أن تنعكس سلوك على أرض الواقع، على أرض الواقع. نعم. ويكون فيها المودة والرحمة بين المسلمين، ونكون أشداء على الأعداء ورحماء فيما بيننا. الآن العكس، نحن أشداء فيما بيننا رحماء على الأعداء. الآن ما في دولة واحدة عربية أو إسلامية قاطعت إسرائيل ولا أمريكا، لكن لو حصلت مشكلة بين دولة عربية ودولة عربية لغاطعناها ولغاتناها. الآن في ليبيا، في سوريا، في تونس، في كل بلاد العالم مشكلات بين المسلمين. ما في يوم واحد تجرأ طرد سفير إسرائيلي ولا سفير أمريكي، لذلك هم واصين جدا، يعني يفعل المسلمين مالين يدهم تماما زي ما يقولوا، وما في مشكلة، وخليهم يومين ثلاثة يظاهروا. يعني أمس واحد بيطلب من القمة الإسلامية بيقول أقصى ما نتمناه، أقصى ما يتمناه سقفهم آخر حد، إنه والله تكون مقاطعة. وين هذا الجيوش يعني؟ تكون مقاطعة، مع إنه لنا من الجيوش، لكن ما في سبب الجرأة. هل يستطيع أن يحارب أمريكا؟ يقول لك ما نقدر، ما نستطيع، ما يستطيع ولا يتجرأ. وحتى مستوى الإدانات لأمريكا بيقول والله يا أخي يعني قرار غير صائب، قرار سوف يدخل الأمة في مشكلة. من الأمة التي تدخل في مشكلة؟ الأمة العربية والإسلامية هي أصلا في مشاكل. من 52 يظهر 16 يأتوا ويمثلوا هذه الأمة الإسلامية. لكن لو كان يعلم تماما ترام إنه هذه الأمة الإسلامية هي تملك أمر رشدها، ما استطاع أن يصدر قرار واحد. ولا قفلنا البترول ده بس. نعم. قفلنا المواني بتاعتنا التي تربط العالم. خلاص 60% من المواد اللي يعني موجودة الحيوية عندنا نحن في وطننا العربي، موجودة عندنا في دول المسلمين. هل هي حقتنا؟ السؤال، هل هي الموجودة عندنا هي حقتنا؟ ما حقتنا، ولا نمتلك الغارة تكون حاضرة واحدة من الأشكال. طيب بروف الواصل إن شاء الله، أنا ما داير أتخطى نقطة المسجد، لأنه هو يعني انطلقت منه يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم،
واحتضن الشباب، ويعني كانت تنطلق منه الخطط والتدابير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلق منه دعوات المختلفة ويبعث الرسل من هذا المسجد. نريد أن نجنب بأي شكل كان هذه الفتنة التي تظهر عليه. وحتى نحن الآن يا بروف، أنا داير بس أركز على الحتة دي شوي حتى الناس تنتبه، نحن خطبنا الآن يعني تكاد فاترة، يعني الحمد لله قضية القدس دي شوي حركت الناس، ممكن الناس اتحدت، لكن ملاحظ في مساجد لها شأنها وزنها غيبت عنها هذه الخطبة. واحدة أنا أتفق معك تماما أخي يوسف، المسجد الآن مكان أو علامة بوصفوا بها، لو أنا داير أقابل يوسف أقول له نتقابل عند المسجد الفلاني، نقطة بتاعت الالتقاء، ودي واحدة من إشكالات. طيب دور المسجد، يعني ما هي الحكمة من صلاة الجمعة والخطبة في صلاة الجمعة؟ هي أن تخاطب قضية معينة تهم الإنسان وبالتالي يستفيد منها. وبالتالي أنا أحسب أنه الإمام الذي يقدم الخطبة مفترض أنه 90% من المصلين ديل لما يطلعوا كل ذلك يكون من هذه الخطبة أثرت في جانب معين في جوانبه وعدلت قضية، وحس أنه الإمام ده يخاطب مشكلته ويخاطب قضيته. لكن إذا الآن أنت في مسجد بتتكلم عن أشياء ليست لها علاقة الآن بواقع الأمة، بنتكلم عن تاريخ، بنتكلم عن ماضي، ماذا نسوي؟ طيب الماضي ده إذا لم يؤثر في الحاضر مربوط بالحاضر ويحل مشكلة مربوطة بالحاضر ما عنده قيمة، صح. وبالتالي الآن في المساجد تكاد بعض المساجد الخطب محفوظة لسه فيها دعوة للسلطان عبد الحميد، للدعوة للسلطان عبد الحميد والناس يكونوا نايمين إلى أن أغم الصلاة أو يستووا. أو أحيانا بعض الأئمة يجيك إحساس إنه لو جاء طائر ساكت بقدامه الخطبة كلها تروح منه، عبارة عن مسجل يحفظ هو نفسه، تحس إنه والله سلوكه ما متأثر بما يقول، يحفظ ويردد عبارات مسجل مسجل. في بعض البلدان الخطبة بتكتب، صحيح، وكلها بطريقة واحدة، لا تخاطب قضية ولا تخاطب الوجدان المسلم، ودي واحدة من الإشكالات. أفرقنا المساجد من دورها. طيب المسجد الآن بمجرد أن تنتهي الصلاة بعض المساجد تغلق، صح، بعض المساجد تغلق، بعض المساجد يمنع فيها تماما أنك أنت تقدم محاضرة أو درس إلا بإذن. طبعا في ناس بيستغربوا أنه في السودان ما موجودة، بل في بعض المساجد أخي يوسف في بعد الصلاة مباشرة في شاشة بتاعت مشاهدة للتلفاز، ماذا يريد زول يقعد في الجامع للدرس، بعد الصلاة يمشي يحضر التلفزيون يقيم الصلاة المرة الأخرى وتصلي. في بعض البلدان كان إذا أنت بتصلي الصبح والعشاء في جماعة بتسأل تعتقل. الحاصل شنو؟ لذلك كانت الصلاة بالتناوب، لو صليت الظهر ما تصلي العصر، تمشي تصلي المغرب ولا تداوم على الصلاة، وهذا بأمر الدولة لأنه دخل في الناس ما تسمى بالحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية، وإنه دي هم الذين يأتون المساجد ويرتادون المساجد. أحيانا في بعض الدول لا تستطيع أن تؤم الآخرين وإن كنت أحفظهم، صحيح، باعتبارك أنت أجنبي، باعتبارك أنت ما ود المنطقة، ممكن أن يؤمهم طفل صغير. يعني مرة في واحدة من الدول جينا نصلي، شافع لم يبلغ الحلم بعد، أبوه الإمام، أبوه غاب لظرف ما، تقدم الصفوف والناس مستسلمين. هل هذا هو الدين اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو دور المسجد؟ المسجد الآن بقى يعني عبارة عن ما دار أقول ديكور، لكن شكل من أشكال العبادة، فقد دوره. ولو عادت إلى المساجد دوره تماما لعاد إلى الأمة أمر رشدها، ولا تقويت الأمة، ولا خافنا الأعداء. بل صحيح. الآن في بعض الدول ممنوع تماما إنك أنت الصلاة تصلي بالميكروفون، صح، الأذان ده أذان واحد بزر واحد زر واحد وان كليك كده خلاص الجماعة كلهم الأذان، ما في ذاته حتى البركة بتاع إنه أطولهم أعناقا يوم القيامة مؤذن، ما داري إنه ذاته مؤذن ده مسجل، لو قطعت الكهرباء يمكن ما يكون ما في أذان ويقولوا أفضل. حتى بروف نحن الآن نظرتنا إلى الإمام مع احترامنا لكل الأئمة صلى الله سبحانه وتعالى يعني بارك في علمهم وفي أعمارهم، لكن هذا واقع. نظرتنا إلى الإمام أنه مجرد شخص يأتي بده فلوس أو بيقول له مولانا، يعني يعمل الخطبة والمهم مشي زول مولانا كده كأنه لا يدري عن قضايا الناس شيء، يعني بالتأكيد يعني. وبالتالي هي واحدة من الإشكالات. يعني الآن الإمام الذي يؤم الجماعة يجب أن يكون عنده تأثيره على المجتمع اللي حوله، ويكون هو القدوة
لكل المجتمع ويحل قضايا المجتمع. ما يعني أنا ما داري أنتقص من حقه، ونصبح حتى الآن مهنة طبعا صحيح. بالتأكيد، لكن يجب أن يؤثر على الآخرين. يعني أنا كنت أذكر الشيخ محمد سيد رحمه الله، يعني مسجده من الساعة 12 لو ما أنت جيت ما بتلقى لك مكان، لكن كانت الخطب تخاطب قضايا المجتمع. صحيح، الله يرحمه. الآن الشيخ محمد الأمين إسماعيل نعم. يعني تأتي للمسجد ما تجد مكان. صح، الناس تتخير تسحب إلى هذه الأشياء، وفي أعلام يعني أنا ما دار أحدد، لكن على سبيل المثال في بعض المساجد أنت لحد ما تصل جنب المسجد ما بتعرف إنه في مسجد ولا في خطبة الجمعة. بيجوا الناس في مساجد بيسموها مسجد الكسالة، يعني الناس بيجوا كده للصلاة مع إقامة الصلاة، لأنه ما حاس إنه والله المسجد ده حيضيف له حاجة أو يقدم له حاجة، وإنما حاجة دارت خارج منها بس إنه يؤدي الصلاة. نعم، حتى نحن يعني ممكن نقول نصيحة لكل الإخوة يعني الأئمة. الحسن البصري عليه رحمة الله برف جاء واحد من المماليك أو المملوكين العبيد، قال لي يا إمام يا أخي تحدثنا عن العتق وأفضليته وكذا. جاءت الجمعة والإمام حسن البصري لم يتكلم، جاء يا إمام أنا ما كلمتك، فسكت لحد ثلاثة جمع، إلى أن جمع الإمام هذا المبلغ وأعتق رغبة بعد ذلك يتكلم. يعني تكون قدوة، ما تجي تقول كلام في المنبر بالضبط كده، والواقع خلف أيوة. ذلك. وأحيانا قد يقول له خطبة ما في زوجاته عارفة الحاصل فيها شنو، خطبة لا تخاطب الواقع تماما. يعني أحيانا ودي مرات بتكون في مناطق الناس ما عندهم قضية عن الموضوع اللي أنت بتتكلم عنه، ولا يهم واقع، ولا يعرف أنه أنت بتتحدث عن شنو. والآن أصبحت ظاهرة أنه مسألة السجع كأنما الإنسان يتقنى بالألفاظ ويلعب بالألفاظ، يعني خاطب النازل على قدر عقوله. صح، حدث الناس بما يعون بما يعون. نعم، وبقضية ممكن تكون بالدارية إذا لم يحسن اللغة العربية الفصحى. صحيح، يعني لازم إنك أنت تتواضع للنازل وتخاطبه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بلغته. صحيح، التي يفهمها والتي تؤثر فيه، لأنه اللغة نفسها واحدة من الأشياء المهمة جدا كوسيلة بتاع التواصل، يجب أن تترك أثر وتؤثر في الآخرين. بالتأكيد بعرف إن إحنا أدينا المسجد حيزه، وإن كان الحلقات لا تفيه، إنما هذه إشارات مجرد حلول الناس إن شاء الله تحتدي بها. أغلب الدول اللي نهضت سواء كانت الدول الإسلامية أو الدول حتى في عصرنا الحاضر نهضتها كانت مبنية على التعليم. يعني كانوا ناس ممكن تكون في الغابة أو غيره، لكن لما اهتموا بالتعليم نهضت هذه الدول. حقيقة التعليم هو الأساس، والتعليم يعني بنجد كثير من آيات القرآن وحديث صلى الله عليه وسلم تدعو للتعليم، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أول ما نزل من القرآن يدعو إلى التعليم، اتقوا الله يعلمكم الله. العلم هو الأساس لكل هذه الأشياء، وهو المفتاح الذهبي والسحري لكل عمل الإنسان. يعني أي حاجة إذا أنت عملت فيها العلم. طيب العلم ده أحيانا واحدة من إشكالاتنا الآن الصرف على العلم. نعم، يجب أن الدول أن تفرد ميزانيات مقدرة للعلم وللتعليم، وأن يعود للعلماء قدرهم. الآن يستهدى بالعلماء، يستهدى بأماكن العلم. ما عندنا ميزانيات، يعني الآن نحن نتكلم عن إسرائيل ودارين نحارب إسرائيل. إسرائيل يمكن تكاد الدولة رقم واحد في العالم التي تنفق على التعليم وعن قيمة التعليم. أيضا مؤسساتنا التعليمية نفسها من حيث التهيئة والبناء وتطوير وتهيئة البيئة للعلماء والباحثين. الآن واحدة من إشكالاتنا في الدول العربية مسألة التقاعد لسن المعاش، لأنه العلم عبارة عن مسألة تراكمية نحددها بستين سنة وخمسين سنة وخمسة وسبعين. طيب ما هو دور هذه العلماء؟ هل وفرنا لهم البيئة العلمية حتى ينتج علم؟ نعم. حتى هل وفرنا لهم الأجهزة التي تعينهم على ذلك؟ نحن الآن نستورد العلم بتاعنا كله من الغرب، وننتظر الغرب يعني ينتج العلم ونأخذ النواتج بتاعته. أصبحنا دول تتلقى وشعوب تتلقى العلم لكنها لا تنتج العلم. محتاجين أن نعيد لشعوبنا أن تنتج العلم، وأن تعمل بما تعلم، وأن تعمل بنتائج البحوث. نعم. التي يعني الآن بنتكلم عن الزراعة في السودان مثلا وتطوير الزراعة. نحن من أوائل الدول اللي عندنا كليات بتاع الزراعة وعلماء في الزراعة، هل استفدنا منه؟ ما استفدنا منه حقيقة. بالعكس، ونحن بلد زراعية. بالعكس، المياه، كل نواحي الحياة، الصناعة،
ما طورناها ولا ربطنا الصناعة بحياتنا ولا ربطنا الصناعة بمؤسساتنا التعليمية. الآن حتى على مستوى الجامعات كم من دريات البحوث التي تنتج في اليوم الواحد مش بالسنة على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه وحتى البكالوريوس، هل ربطناها بحوجتنا؟ هل ربطناها بمجتمعاتنا؟ الآن جامعاتنا منتشرة في كل ولايات السودان، صحيح. هل ارتبطت هذه الجامعات بمناطقها؟ شكل الكليات هل تتواكب تماما ولا هي عبارة عن كل إنسان داير كلية طب كلية زراعة كلية هندسة كما موجود في الآخرين؟ دي واحدة من إشكالاتنا حقيقة. العلم الآن أصبح عبارة عن شهادات، أصبح عن تباهي، أصبح عن تفاخر، لكن ما في ناتج من هذا العلم. لذلك حتى الآن نحن بيجونا مستشارين في الزراعة من خارج السودان، مستشارين في الهندسة من خارج السودان. أين نحن؟ أين نحن من ذلك؟ نعم، برفق يعني التصحيح المسير ما صعب، يعني الصعب والسيء إنه نحن نواصل في الغلط. نحن الآن محتاجين لتصحيح مسيرتنا، الدولة محتاجة لشغل كثير، إنه يا أخي ما في مانع إنه الناس ترجع وتحترف بالخطأ بتاعها وتبدأ من الأساس اللي جاي ده. نحن عندنا أجيال، نحن ما خلاص جينا ده، نجتهد إنه نصلح الجيل اللي بعدين، عسى ولعل هذا البلد إن شاء الله ينهض. نعم، لكن الكلام إن شاء الله بعد الفاصل برف البيري سنجيب عنه نسبة لحجمه الكبير. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نسعد بمشاركتكم إيانا من خلال الجسور المختلفة، خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، لكم التحية. والحديث اليوم عن مقومات النهضة الفكرية، هذه الحلقة الرابعة فيها الحلول إن شاء الله وتجارب لبعض الدول. نسعد جدا بمشاركتكم إيانا من خلال الجسور المختلفة، رقم الواتس على الشاشة وكذلك المكالمات الهاتفية وكذلك صفحتنا على فيسبوك. بروف، نحن قبل الفاصل تكلمنا عن انه ما في مشكلة انه حنصحح المسير ونحترف يعني بالخطأ اللي نحن وقعنا فيه والناس تبدأ من الصفر، ما في مشكلة. ما الذي ينقصنا دكتور بروف؟ اول حاجة تنقصنا الارادة، الارادة القوية والعديمة على الاصلاح. نعم، في قناعات الان والكل يتحدث عن التأخر، لكن هل هنالك ارادة حقيقية؟ الحاجة الثانية القدوة، والقدوة يجب أن طوال تصحيبها الأخلاق. إذا لم تكن هنالك قدوة ذات خلق وذات أخلاق ما حتصبح هي قدوة راشدة. الحاجة الثانية المهمة جدا التعاضد والتكاتف فيما بيننا، وبالتالي أن تتحد رؤيتنا من أجل الإصلاح والتطوير، لأنه الآن إذا أنت تبني وغيرك يهدم البناء أصلا ما حيستمر. صحيح، ودي واحدة من الإشكالات اللي هي يعني إذا دار أفصيلها اللي هو النزاعات والصراعات الداخلية داخل الأمة وداخل الأوطان وبين الأمة المسلمة والأمة العربية. نعم، التمييز الآن ما يسمى عربي وأفريقي وإسلامي، ذات الآن واحدة من الإشكالات الموجودة على مستوى الزعماء. يعني اليوم ما ذكروا الرئيس الفلسطيني إنه قسم، نحن يمكن بالصلاه سبحانه وتعالى ختانا مع الدول غير العربيه. نعم، ونحن عربيه افريقيه ما عندنا مشكله. صحيح، دي واحده من اشكالاتنا، ارتباط القاعده بال 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 بالقياده واهتمام القياده بالقاعده، لانه الان نحن اصبحنا في هناك فوارق كبيره جدا بين قياداتنا وبين القواعد، وبالتالي هذه الفجوه يستفيد منها الاعداء. تصويب الفكره واحترام الفكرة والأفكار، دي واحدة من إشكالاتنا. طيب إنتاجنا العلمي مهم جدا، إنه العلم ده يصبح هو واحدة من المعايير الأساسية. بروبس معلش قبل ما نمشي الحتة بتاعت القادة والفجوة الكبيرة الحاصة دي، كان الإنسان ينظر إليه يعني حتى طاقيته تقع. عندنا في أوروبا يعني عادي الوزير بيركب دراجة، مش دراجة نارية، دراجة عادي هوائية يعني عادية، ويركب المواصلات عادي، ولاقي الناس في الشارع بيركب المترو ما عنده إشكال. نحن الآن طبعاً دب في وطننا نحن الشرقي ما موجود هذه الأشياء. واحدة من إشكالات نحن لأنه بعدنا عن الدين. يعني نحن نفس المثال الآن اللي بنراه في أوروبا طبق سيدنا عمر بن الخطاب وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل صحابة الرسول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ما كان يميز بين صحابته، يعني إذا يأتي عربي يحتار إنه أيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ نعم، عندما أتى يعني سيدنا عمر نايم تحت الشدرة. عدلت فهمت؟ بالتأكيد. وبالتالي الأساس إنه الأخلاق، العدل، الشفافية، المساواة بين الآخرين. وبالتالي إذا أنت أصلاً عدلت ما حد خاف من زول.
ولا حتحتاج لكل هذا القصور الآن والحشم الموجودين. يبقى واحدة من المعايير معيار العدل، والعدل لا يأتي إلا بأخلاق، لا يأتي إلا بسيادة حكم القانون، وأن يكون الناس كلهم سواسية أمام القانون. دي كلها معايير لا تأتي إلا إذا كان هنالك قائد، ماذا نقول قائد ملهم، لكن قائد مدرك للقيادة نفسها ويعرف ما هي مطلوبات القيادة. ولما نتحدث عن القيادة ما بعني هم الرؤساء والحكام، القيادة على أدنى مستوى من المستويات. نعم. المسؤول الذي يقود السيارة الآن في الطريق هو قائد، يعني الآن نرى سواقين الحافلات هو قائد ومسؤول من كل الذين يركبون في هذه السيارة. هل التزم بمبدأ القيادة وأنه هو ملتزم بأرواح هؤلاء البشر اللي بقود الرخشة، الإنسان في بيته؟ دي كلها قيادات محتاجين لسلوك حتى ننهض وحتى أن نتقدم الأمم الآخرين. يعني الآن برا الإشارة أنت ما محتاج لرجل الشرطة، لكن إحنا الآن إذا أنت عينت يمين وعينت شمال ما في رجل الشرطة تقطع الإشارة الحمراء. أين الأخلاق؟ أين القيم؟ يجب أن تكون ذلك سلوك. أنا أقول الآن على مستوى المواصلات العامة، طيب في وقت الذروة تشوف شباب وشابات، نساء ورجال يقفزوا من الشبابيك في 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 الحافلات، وأول ما يركب ويقعد وناس محترم. يعني إذا أنت شفتهم من بعيد وجي شفتهم ما تقول زول يعمل هذا، مستحيل إنه زول يعمل كده. هو ذات لو ساعات يقول لك ما بعمل كده. يبقى هنا في فرق ما بين السلوك وبين الممارسة الحقيقية على أرض الواقع. على أرض الواقع بروف الله، يعني الأمر يندى له الجميع صراحة. الواقع بتاعنا ممكن نقول عليه السياسي، الآن عندنا كم حزب، يعني فاقت 100 الأحزاب بتاعتنا. يا ريت لو في برامج، يا ريت لو في برامج بتفيد هذا الوطن وتخدمه لقدام. كلها أي زول داير بس يركب في كرسي السلطة ويركب له عربية بمليار وعلى حساب الشعب الغلبان اللي ما لاقي لقمة العيش. يعني إلى متى؟ يعني نحن في هذه طبعا دي واحدة مشكلات، ودي أنا برجع طوالي للقواعد بتاعتنا. لكن الآن بحمد الله سبحانه وتعالى بدت هنالك نوع من الوعي، يعني ما عادت الولاء للسياسة، لأنه الولاءات كان في السودان معروف للبيوتات. طيب إذا جينا شفنا هذه البيوتات ماذا أفادت وماذا قدمت للمجتمع؟ بالعكس هي اللي استفادت، مصالح شخصية. مصالح شخصية. نعم. بل جعلوا من 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 العام ومن التابعين هم عبيد وخدم لهؤلاء السادة. يعني في بعض المناطق إذا جاء السيد بالطريق يشيلوا التراب بتاعته يتمسحوا به. وهم يخلوا الارض، يعني كلها يفلحوا الارض ويدوه خراج الارض وهو الامر والناهي. بس بالبركه في بعضها بيتكلم عن انه والله ممكن انه يديك كما في عهد الاقطاع مساحه في الجنه، وانه يديك البركه ويديك الفاتحه، سك الغفران. لكن الان الوعي وسط الشباب اخي يوسف، خلينا نقول والله بدا الحمد لله يدركوا تماما. طيب هل علموا؟ هم دايرين الناس جهله ودايرين الجهل يستمر، وبالتالي يستطيعوا أن يسيطروا على هؤلاء الأشخاص حتى على مستوى المنابر وعلى مستوى المساجد. من الآن من الزعماء السياسيين الذي يعتلي المنبر؟ ما في، لا يستطيع أن يتحدث، عزل تام حاصل بالضبط كده. لذلك كما يقول العرب سابقا تحدث تعرف. صح. إذا أردت أن أعرف أقول لك يعني تحدثني وبالتالي أعرف. عشان كده الآن غادتنا السياسيين ديل ما بيصروا ولا بيتكلموا، وإذا تكلموا الصمت أفضل. صحيح. ودي مشكلة من المشكلات. نعم. ممكن دي جزئية بروف بالمثال يتضح المقال. ونحن في خواتيم هذه الحلقة إن شاء الله الحديث عن النهضة الفكرية، تقديم حلول على إن شاء الله تكون ناجعة مفيدة لكل الناس اللي بيطمحوا لحلول نرتقي بها بأمتنا في المقام الأول وكذلك وطننا السودان. دارين نشوف بعض النماذج لبعض الدول اللي في عصرنا الحديث نهضت، وشنو المقاومات اللي استندت عليها؟ الآن واحدة من الدول، والآن هي أصبحت دولة رائدة وقائدة، والآن يجتمع فيها كل دول العالم العربي والإسلامي، تركيا نموذج حي جدا، النموذج التركي. بل الآن النموذج التركي يكاد يكون نموذج يحتذى به من كل دول العالم. صحيح. نهضة فكرية، نهضة ثقافية، نهضة عمرانية، نهضة سياسية وقوة سياسية الآن واقتصادية. نعم. النموذج الثاني على مستوى الدول الإسلامية ماليزيا تقدمت بالعلم، وأول ما مسك مهاتير محمد أول حاجة اهتم بها اهتم بالتعليم، وبالتالي ده الأساس
بقيت الأفرع كلها نهضت معه بالتعليم. دي واحدة من الأشياء. إذا مشينا للدول الأخرى، الآن اليابان تقدمت وتطورت. كثير من الدول اللي ما كانت عندها يعني قيمة سوى الإنتاج العلمي، الآن أصبحت هي الرائدة وأصبحت هي القائدة بفضل العلم. يعني كان العلم كله في الغرب، والتطور كان في الغرب. الآن كثير من دول الشرق الآن هي نهضت وبالعلم وبصرفها على العلم والعلماء وجعل قيمة للعلماء. نعم. بل الآن في كثير من دولنا يعني العلماء الذين يأخذون الجوائز النوبل برايز مثلا بيجيبوهن يخطون أمثلة لدولنا العربية للأسف، بيخطون مثال لكن ما بيستفيدوا من العلم بتاعهم. صحيح. كيف ذلك إذا كان هو الدول الأخرى هي التي تستفيد ونحن يدون الاسم بتاعهم؟ نحن محتاجين حقيقة أن نهتم بهذا النموذج ونحسو هذا النموذج ونتبادل كثير من التجارب والخبرات الموجودة عندنا. نعم. لتصحيح مسارنا في السودان، يعني كوريا يحكي أحدهم أنه قبل سنين يعني مع يعني عز السك حديث في السودان، جاء الكوريين واخذوا التجربة السودانية في التخطيط وغيره من هذه الأشياء ونقلوها حتى يعني يعملوا شغل القطار في كوريا. أين نحن الآن وأين كوريا؟ والله يعني أنا بقول دائما واحدة من إشكالاتنا في السودان إذا نظرت بالأمس هو أفضل من اليوم، ودي واحدة من إشكالاتنا. يعني الآن كل السودانيين بيتحدثوا أنه في السابق في السابق في السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم أن نقول والله نحن بكرة نكون أفضل من ذلك، لكن محتاجين أن نوحد جبهتنا الداخلية. يعني ما لم نوحد جبهتنا الداخلية ونتناسى الخلافات، ما بقول السياسية، الخلافات اللي بيننا هي اللي حقيقة ساهمت إسهام كبير جدا في تفتيت عضد هذه الأمة. وأقول أنه السودان الآن يعني يحمل من المقومات للنهضة مقومات واعدة ومقومات رائدة، لكن يجب أن تتوحد جهودنا ونجعل السودان هو الأصل الذي نلتف حوله وننهض بهذه الأمة من أجل أبنائنا. كفاية حروب وكفاية نزاعات وكفاية يعني كسير لبعض وضرب تحت الحزام. يا ريت نهتم ببلدنا. والآن يمكن أمريكا ما رفعت هذا الحصار وكلنا عارفين الكلام ده إلا للخيرات الموعودة بها السودان. ومن الله سبحانه وتعالى بمجرد أن حصل الانفصال خرج الذهب نعم من عمل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. لكن نحن محتاجين أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن نعي هذه النعمة. الآن بدت مظاهر من مظاهر البزخ اللي ماذا نقول هي حتكون سبب لزوال هذه النعمة. لنشكر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على نعمه. صح. والفساد الآن اللي بيتحدثوا عنه الناس، الفساد ده يعني أنا ماذا أقول على مستوى، لكن بيبدأ من المجتمع من تحت. صح. ومن رغبة التربية ومن السلوك القويم اللي يجب أن نعود به. لذلك يجب أن نهتم على مستوى الولايات، على مستوى الأسر، على مستوى الدولة، على مستوى مؤسساتنا أن تكون مؤسسات منتجة الإنتاج. الآن نحن قبلة للمستثمرين سواء كانوا عرب أو غيره، لكن دائما بيقول لك والله السوداني كسلان. ما لم نجعل من قيمة العمل عبادة ونجعل من قيمة العمل هي قيمة مضافة، ما حنقدر نتطور وما حنقدر نتقدم إن شاء الله. إلى الأمام بروف، نحن وصلنا إلى مرافق ختام هذه الحلقة، نريد خلاصة يقول إن شاء الله في أقل من دقيقة. خلاصة يقول نتمنى إنه أن ننهض فكريا وعلميا وثقافيا بكل دولنا وبكل عالمنا الإسلامي، وأن نتوحد وأن نترك التباكي على الماضي ونتقدم ونسير إلى الأمام بخطى حسيسة إن شاء الله. إن شاء الله ده أهم إن شاء الله كل الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا بروفيسور رشيد إسماعيل البيلة عامة كلية الدراسات العليا، كتر خيرك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة لهذه الحلقات من مقومات النهضة الفكرية. إن شاء الله سنواصل في مقومات النهضة الأخريات بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.